احنا في كلية الطب بنات طلبوا مننا نبدأ سريعا في ان نوري للناس في دورة تدريبية ازاي احنا ننزل الامتحانات بتاعتنا سواء فورماتيف او سماتيف، ازاي نحملها على جوجل فورمز او اي كويستيونير، اي حاجه عايزين ننزلها على جوجل فورمز، هاو تو دو ات كاي ليرنينج تول من التولز اللي احنا بنستخدمها عموما في التدريس والتعلم والتقويم. دكتوره اسلام مصطفى مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، منسق لجنة التعلم الإلكتروني بوحدة التعليم الطبي، من أنشط الأعضاء في وحدة التعليم الطبي هي والفريق معاها في لجنة التعلم الإلكتروني، والحقيقة يعني عاملين مجهود معانا رائع جدا منذ أن بدأت وحدة التعليم الطبي في مايو 2019. النهاردة إن شاء الله عنوان التايتل بتاعنا e-learning tools اللي هي جوجل فورمز عموما بشكل متوسع. الدورة دائما بتكون تحت رعاية الأستاذ الدكتور، دورتنا كلها يعني تحت رعاية الأستاذ الدكتور هشام فرهود عميد الكلية والأستاذة الدكتورة إيمان الشال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة هناء العبيسي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. ودائما احنا in collaboration في معظم دورتنا التدريبية مع إدارة البرنامج التكملي ممثلة في الأستاذة الدكتورة وفاء حلمي، على أساس أن احنا وحدة التعليم الطبي ذات علاقة مباشرة تماما بلجنة بإدارة البرنامج التكملي، لأن احنا serving عملية التنفيذ للبرنامج التكملي. فدائما هتلاقوا كل ورش العمل بتاعتنا دائما معاهم. عندنا اللجان بتاعتنا لجنة التعلم الإلكتروني، لجنة تطوير البرامج والمقررات، لجنة التدريب، لجنة الدعم والأبحاث الطلابية، لجنة معمل المهارات. كل دي لجان عندنا 6 لجان في وحدة التعليم الطبي، والحمد لله كلهم بيقوموا بنشاط رائع جدا جدا وبيساعدوا أعضاء التدريس، وإزاي بننزل المحاضرات على تيمز، إزاي نسجل، إزاي يعني كل حاجة ما له علاقة بالعملية التعليمية والتدريسية والتقويم. أعتقد كده دكتور إسلام يريد بقى تبتدي حضرتك، وطبعاً حضراتكم عارفين كلنا الرولز بتاعت الوركشوبس الأونلاين وركشوبس، إن إحنا كلنا بنبقى قافلين الميكروفونات بتاعتنا وبنستخدم الريز هاند ظاهرة رفع اليد الإلكترونيك لما نعوز إن إحنا نسأل، علشان يعني الدخول بالصوت دايماً بيعمل ديسربشن وبيعمل إيكو صوت فبنتلخبط كلنا. فنرجو جميعا ان احنا نكون ملتزمين ان شاء الله برولز الوركشوبس اونلاين. وشكرا جزيلا ليكم ولحضوركم، واتمنى لكم انكم تستمتعوا مع الاستاذه الدكتوره اسلام مصطفى بالاي ليرنينج تولز جوجل فورمز. تفضلي يا اسلام. السلام عليكم ورحمه الله. الصوت واضح كده؟ واضح جدا زي الفل. تمام، شكرا دكتوره هاله على التقديم. إن شاء الله الورشة تبقى مفيدة للكل إن شاء الله. إحنا النهاردة هنتكلم على واحدة من الـ e-learning tools وهي الـ Google Forms. هي ما هي إلا tool لجمع البيانات، ممكن أبقى بعمل عليها quiz، ممكن أعمل عليها استبيان، ممكن الquiz ده سواء أنا online مع الطلبة أو face to face ممكن برضو أستخدمه. ممكن أنا في بداية المحاضرة عايزة أعمل كده أعرف البيزيك نوليدج عند في مثلا في وركشوب أو في محاضرة، ممكن أعمل سؤال أو سؤالين
وأثناء المحاضرة ببعت اللينك للطلبة أو حتى بحوله لكيو آر كود والطلبة يعملوا له سكاننج ويدخلوا يجاوبوا عليه، فبيطلع لي النتيجة على هيئة إكسل شيت أو على هيئة حتى كهيئة إحصاء أعرف منها النوليدج الموجودة عند الطلبة. ممكن برضو وإحنا بنعمل التيم بيزد ليرنينج أنا عندي MCQ، فببتدي في الأول أعرض MCQ وعايزة أعرف الريسبونس بتاع كل طالب individual، ممكن برضو أستخدمه في الظرف ده. لازم علشان أستخدم الجوجل فورم يبقى عندي طبعاً أكاونت على الجوجل. باجي هنا أفتح الأبليكيشنز الجوجل أبس، بدخل منها على الدرايف، يبقى أول خطوة إن أنا بفتح الجوجل أكاونت بتاعي، بفتح الجوجل أبس وبعدين الجوجل درايف. هنا عند الجوجل درايف باجي أختار نيو، فيها أوبشنز كتيرة، أنا هختار منها إنه يطلع لي جوجل فورم جديد. آدي الجوجل فورم، يبقى أنا أول حاجة دخلت عند الأكاونت الجوجل أبس، دخلت على الجوجل درايف، منها اخترت إن هو يضيف لي جوجل فورم جديد. هيتفتح لي فورم جديد خالص أبيض، أنا باجي من هنا أديله نيم حسب بقى أنا هسميه كويستشنير لحاجة معينة، هسميه كويز لحاجة معينة زي ما أنا عايزة. وأجي هنا برضو أسميه برضو إيه زي ما أنا سميته فوق، هو بنفسه تلقائيا بيسجل نفس الاسم هنا. هندخل في على طول في إزاي بحط الأسئلة، وبعد كده نشوف الفيتشرز الكتيرة اللي إحنا ممكن نستخدمها بعد كده. أول حاجة أنا مثلا عايزة أعمل استبيان، ممكن يبقى أول سؤال إن أنا هضيف الاسم، عايزة أخد الاسم بتاع الريسبوندنس. ممكن بعد كده زي ما أنا باجي أجمع الداتا بتاعة الطلبة عايزة أخد الرقم القومي بتاعهم أو رقم الجلوس، أيا كان الداتا اللي أنا هستخدمها، يبقى ده السؤال الأولاني مثلا هنسميه نيم. هنا بقى باجي أختار نوع السؤال، ممكن يكون الإجابة اللي أنا عايزاها هي short answer أو paragraph طويل أو multiple choice. لو أنا مثلا بعمل quiz يبقى أنا هاجي هنا وأحط four choices، يبقى مثلا لو هكتب one وبعدين أجي أقول له add option، أكتب two وadd option three وهكذا four options، يبقى أنا بقى كده عندي سؤال MCQ، ده نوع من أنواع الأسئلة. طب نيجي نشوف الأنواع التانية إيه هي. ممكن يبقى السؤال زي ده كده MCQ، ممكن السؤال يبقى نوع تاني من أنواع الأسئلة اللي هو أقدر فيه أختار أكتر من إجابة. يبقى أنا لما كنت في MCQ أنا عندي هنا بختار في سيركل، هنا في سيركل يسمح بإجابة واحدة فقط، يبقى السؤال ده لا يحتمل إجابتين. لكن ممكن لو أنا في استبيان أنا محتاجة أكتر من إجابة، أنا مثلا بسأل عن إيه الورش اللي أعضاء التدريس محتاجينها، فممكن أنا أكتب 20 ورشة واللي هيدخل يجاوب هو محتاج 3 أو 4 منهم، فيقدر إن هو يختار أكتر من إجابة. طيب نوع السؤال ده إيه؟ لو فتحنا هنا بيسم ده اسمه تشيك بوكس، لكن اللي قبليه اسمه multiple choice question، ده multiple choice والتاني اسمه تشيك بوكس، إن أنا أقدر أعمل تشيك في أكتر من إجابة، ده مفيد قوي في الاستبيانات. يا أحمد مستمع، ممكن يبقى السؤال زي الشكل ده كده اسمه multiple choice grid، يعني أنا عندي وأنا بكون السؤال أنا عندي rows وعندي columns، عندي ممكن ده بيحلو في إيه السؤال ده، إن هو يجمع لي أكتر من سؤال مع بعض. لما نيجي نعمل بريفيو علشان نشوف الاستبيان ده هيظهر للطلبة ازاي، نشوف السؤال الرابع عامل كده، ادي الرو وادي الكولم، فأنا عندي السؤال ده عندي كذا سؤال الإجابات بتاعتهم متشابهة. ممكن نقفل المايك، في حد فتح المايك؟ أنا عندي السؤال ده وكذا سؤال تانيين ليهم نفس الإجابات، طب أنا ممكن أجمعهم في سؤال واحد فأقول هنا مثلا أجب عن التالي، مدة المحاضرة مناسبة قصيرة طويلة، ده إكزامبل بسيط يعني خالص. والسؤال اللي بعدي مدة الاختبار، فممكن كده في سؤال واحد جمعت أكتر من سؤال،
فدي اللي هي اسمها ايه؟ ممكن السؤال اللي بعديه شايفين هنا دي ايه؟ دوائر، بختار من دوائر. السؤال اللي بعديه بختار من مربعات، يبقى اذا هنا في نفس الصف انا ممكن اجاوب، الطالب ممكن يجاوب على اجابتين حسب السؤال اللي انا بساله. تمام، ده شكل الاستبيان او الكويز هيظهر للطالب ازاي، وده الايه الامتحان اللي انا عاملاه. دي انواع الاسئله اللي بتظهر لنا زي ما شفنا هنا، ممكن يبقى short answer، ممكن يبقى paragraph، ممكن multiple choice، check box ان انا اختار اكتر من اجابه، ممكن يبقى drop down list، لسته بتنزل وفيها الاختيارات، ممكن يبقى file upload، انا مثلا بجمع بخلي الطلبه يعملوا لي بحث صغير او اي activity فبطلب منهم ان هم بعد ما يخلصوه يرفعوه لي على الدرايف، فبعمل بنفس الطريقه دي، بعمل جوجل فورم واختار ان الاجابه على السؤال هتبقى فايل ابلود، فالطالبه تقدر تدخل وتعملي ابلود للفايل وانا اقدر انزله واشوفه. تمام، ممكن تبقى multiple choice grid زي ما شفنا كده، في روز وكولمز يجاوب اجابه واحده في نفس الرو، او تبقى تشيك بوكس جريد يجاوب اكتر من اجابه في نفس الرو. يبقى دي انواع الاسئله اللي احنا ممكن نشوفها. طيب ايه الاوبشنز الكتيره الثانيه اللي ممكن نستخدمها في الاستبيان او الكويز؟ انا عندي هنا السيتنجز بتاعه الجوجل فورم مهمه قوي. اول حاجه، هل انا عايزه اعمله ككويز؟ هيفرق معايا ايه لو هو كويز؟ هيفرق ان انا اقدر ادخل الموديل انسر اجابه السؤال، واقدر احدد السؤال ده عليه كام درجه، وكمان الطالب يقدر في الاخر يعرف الاجابات الصح والاجابات الغلط. يبقى انا لو عايزه اعمله كويز هقول له ميك ذس كويز. تمام، طيب نرجع نشوف كده الاسئله بعد ما حولناه لسؤال، بعد ما حولناه لامتحان. انا اقدر اجي هنا في السؤال الاولاني واقول له الانسر كي، انا عايزه اختار، انا عايزه احط الانسر كي، عايزه احط السؤال ده بدرجه او بدرجتين زي ما انا عايزه، وان الاجابه الصحيحه هي الاولانيه. يبقى هو كده هيعامل ان ده كويز، واللي هيجاوب الاجابه دي هيديه درجه، وممكن يظهر له في الاخر الاجابات الصح والاجابات الغلط. اوكي، لو انا عايزه ازود فيدباك للطالب، لما الطالب يجاوب يطلع له، لو جاوب الطالب جاوب يطلع له زي شرح بسيط او تفسير للسؤال، لو انا عايزه اضيفها هضيفها. تمام، هكتب هنا ايه الفيدباك اللي انا عايزه اقوله، هقول ان الكوركت انسر هي كذا علشان كذا، هدي تفسير بسيط للايه للسؤال. دكتوره اسلام، اتفضلي. دكتوره امال عامله ريز هاند، فاخشى انها تكون عايزه تلحقك في سؤال. تمام، اتفضلي دكتوره امال. اتفضلي دكتوره امال. شكرا دكتوره هلا. هو بس انا كنت عايزه اسال، انا دلوقتي وانا بعمل الفورم ده هل في حاجه في السيتنج تقول لي ان السؤال ده يعني اوبشنال ولا لازم يتجاوب ولا لا؟ يعني النقطه دي من البدايه احنا ابتدينا نحط في كويستشنير مثلا، او كويز طبعا هيبقى كله لازم يتجاوب، لكن هو كويستشنير في حاجات في تبقى اوبشنال يعني ممكن الشخص يحطها وممكن لا. اه تمام يا دكتوره. بالظبط زي ما نكون بنحط مثلا يا الاسم اجباري ولا مش اجباري فعلا، صح؟ مثلا زي السؤال الاولاني هنا، هنلاقي في السؤال من تحت هي العلامه دي required، هي كده required. معناها ايه required؟ ان الطالب لما يخلص كل الاسئله مش هيقدر يعمل submit للاجابات الا لما يرجع تاني للسؤال اللي هو فوته. لكن لو انا قفلتها يعني كده، العلامه دي على كل سؤال انا كل زي ما انا عايزه، انا كده قفلتها زي ما انا عايزه حسب اللي انا عايزاه. تمام، يعني ممكن يكون في سؤال مثلا في الاستبيان، مثلا هقول له ايه هل مثلا تقييم الامتحانات كان عادل، السؤال ده هيبقى required. السؤال اللي بعديه بيقول لو كنت جاوبت بلا قول لي ايه السبب، فالسؤال ده ما ينفعش يبقى required، لازم اقفل فيه required. ليه؟ لان هو لو جاب ان الامتحان عادل خلاص مش محتاج يجاوب السؤال اللي بعديه. فحسب زي ما انا شايفه، انا شايفه ايه. لو انا عايزه النيم اوبشنال، انا عامله استبيان وعايزه الطلبه تكتب بحريتها من غير ما تبقى قلقانه من حاجه، فهخلي السؤال بتاع الاسم ده اوبشنال،
يبقى هخليها مقفولة زي كده off. لكن لو أنا عايزة كل الأسئلة تتجاوب لازم أخليها required. ده طبعا لو هو استبيان، لكن زي ما حضرتك قلتي لو هو امتحان لا، ما فيش بقى ايه optional ولا required، هو كله لازم يتجاوب. شكرا دكتورة إسلام. العفو. تمام، نرجع تاني في الايه في التست. يبقى أنا لما حولت الفورم بتاعي لكويز عن طريق السيتنجز ظهر لي حاجات جديدة. ايه الحاجات الجديدة؟ ان انا بحدد درجة السؤال، وان انا بحط الاجابة الصحيحة، وان انا ممكن ادي فيدباك للطالب. تمام، وزي ما احنا شايفين هنا تحت مفيش ايه موضوع required or not required. طيب ايه تاني لما نرجع للسيتنجز تاني؟ بيقول لي هنا release grade، هل الطالب يشوف الدرجة بتاعته immediately after each submission، اول ما يخلص الامتحان ويعمل submit يظهر له ان هو جاب مثلا 5 من 5، ولا later after manual review؟ دي هتنفعني في ايه؟ لو انا حاطه اسئله مش هتتصحح الكترونيك، سؤال شورت اسي ولازم انا ابص عليه وادي درجه، يبقى انا في الحاله دي هقول له later، او انا مش عايزه الطلبه اصلا تعرف درجتها زي ما انا عايز، يا اما اختار immediate يا اما اختار later. طيب الريسبوندنت سيتنجز مس ذا كويستشنز، هل الطالب يقدر يشوف الأسئلة اللي هو جاوبها غلط؟ يعني يظهر له إيه اللي تجاوب غلط وإيه اللي تجاوب صح، برضو حسب ما أنا عايز أفتحها أو أقفلها. تمام، تاني حاجة correct answer، هل الطالب يقدر يشوف correct answer بعد الدرجة؟ يعني هو عارف إن هو خلاص جاب من 5 لـ7، طب يقدر يشوف أنهي الإجابات الصح وأنهي الغلط؟ برضو الأوبشن ده بتاعي أنا. تمام، يقدر يشوف التوتال بوينتس بتاعته، مثلا ان هو جاب من 5 من 7 ويشوف كل سؤال درجته كام. دي كلها حاجات اوبشنالز ايه بتاعتي. تمام، ودي البوينت برضو انا حددها، انا عايزه اقول ان كل سؤال من درجه، بدل ما ادخل في كل سؤال واعمله من درجه لا، انا هخليها ديفولت ان كل الاسئله تيجي بدرجه. تمام كده، دي بالنسبه لايه اول حاجه في السيتنجز. طيب لو أنا مش هخليه كويز، أنا قفلت الكويز، الريسبونسز بقى همانج هاو ريسبونسز كولكتد، الإجابات هتجيلي إزاي؟ هل الإجابات دي هتجيلي بالإيميل كولكت إيميل أدرس؟ يبقى هنا لازم وأنا بدخل أجاوب أبقى عاملة ساين إن على جيميل، فكده في الإجابات هيجيلي الإيميل بتاع كل شخص. أوكي، دي بتبقى حلوة في إيه؟ بتبقى حلوة في إن أنا عاملة امتحان وعايزة الطالب يدخل مرة واحدة بس، فلو أنا عملت دي كانت on وهو هيجمع لي الإيميلز بتاعت كل اللي دخلوا، فهو كده هيعمل restriction إن هو هيمنعه يدخل يجاوب تاني، وهو ده اللي أنا عايزاه. بس للأسف طبعاً الطلبة بيتحايلوا بيبقى عندهم أكتر من جوجل أكاونت، وممكن يدخل برضو كذا مرة، كل مرة بأكاونت مختلف عشان يشوف الأسئلة وتاني مرة يدخل يجاوب صح. لكن هي بتستخدم على قد ما نقدر، بتقلل لنا برضو الأعداد، لأن ساعات لما كنا بنفتحها بنلاقي الأعداد دبلد وتريبلد عن المتوقع. كمان عندي أوبشن إن أنا أبعت كوبي من الإجابات للطالب، سواء كان استبيان أو كان امتحان، أبعت له كوبي من إجاباته. دي ممكن برضو أستخدم الأوبشن ده، يبعت له على الإيميل بتاعه الإجابات. طيب allow response editing، يقدر هو بعد ما جاوب انه يدخل يعدل في اجاباته، برضو دي ممكن نغير. requires sign in limit one response، هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، ان انا عايزة احجم عدد الطلبة اللي داخلين، فبقول له limit one response، فهو ساعتها هيخلي الطالب يدخل بالاكاونت ده مرة واحدة بس. تمام، يبقى دي السيتنجز ايه اكثر الحاجات اللي موجوده في السيتنجز. طيب عايزين نشوف لما الاستبيان ده خلص، انا خلصت الامتحان او خلصت الاستبيان، عندي هنا باجي دي الكويستشنز، دي الاسئله اللي انا عاملاها، ودي الريسبونسز اللي هي الاجابات. تمام، مهم قوي هنا انا عملت امتحان وقايله للطلبه ان هو ساعه او نص ساعه، لازم اجي في الوقت ده واقفل الريسبونسز عشان الطلبة ما تدخلش بعد الوقت المحدد. دي مهمة، النقطة دي مهمة قوي. أوكي، طيب إيه كمان؟ أنا خلصت وعايزة أشوف الإجابات، الإجابات بتطلع لي بالشكل ده، بيعمل لي إحصاء
تمام، ممكن تبقى في الشكل ده أو في شكل باي تشارت حسب نوع الأسئلة. دي بتبقى حلوة في إيه برضو؟ إن أنا أقدر أخد، أنا عايزة أسجل البيانات دي عندي، فأقدر أخدها سكرين شوتس، أعمل كده كنترول برنت سكرين عندي من اللاب، أو لو على الموبايل أخد سكرين شوت وأنقلها في فايل وورد فايل، تبقى عندي الداتا دي دوكيومنتد وأقدر أطبعها وأحطها في فايل عندي هستخدمها في إجراءات تصحيحية مثلاً للورشة أو للاختبار أو أيًا كان. طيب إيه تاني؟ ممكن الريسبونسز دي كلها أنزلها كإكسل شيت، هنا العلامة دي بتاعت الإكسل، بعمل عليها كليك، بينزل لي الداتا كلها as spreadsheet، وهنا أنا مجمعة الإيميلز بتاعت الطلبة، هي طبعاً دي كانت workshop دول زمايلنا. ممكن أقول له إيه؟ download as excel sheet، هينزلها لي في excel sheet، سواء بقى دي كانت درجات امتحان، كان استبيان، كان اي داتا انا بجمعها، فهتبقى مفيدة ليا قوي في الايه الطريقة دي، ان انا انزلها كexcel sheet. تمام، يبقى دي اكتر الايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها واحنا بنعمل الجوجل فورم. طيب في ايه تاني مفيد؟ في حاجة مفيدة قوي هنا، لما اجي هنا اضغط على مور make a copy، نفترض ان انا عملت استبيان للورشة دي وكمان يومين عندي ورشة تانية، فمش عايزة اقعد تاني اقعد اكتب في الاسئلة من اول وجديد، فهقول له make a copy، هيعمل لي نسخة جديدة لنفس الاستبيان فاضية بقى ما فيهاش اجابات، اقدر استخدمها وابعتها في الورشة الجديدة. تمام، عايزة ادل اعمل delete. تمام، عايزة add collaborator، مفيدة في ايه الكولابوريتور دي؟ احنا مثلا مجموعة مع بعض بنجمع الداتا، فانا اقدر اضيف زمايلي معايا يقدروا يدخلوا على الفورم دي يعدلوا فيها ويشوفوا الريسبونسز. انا لسه بتعلم جديد وعايزة زميلتي اللي عارفة عني تشوف انا عملت الفورم ازاي، فاضيفها معايا تدخل تشوف، ولو في مشكلة تعدل فيها، فاقول له add collaborator. هنا بكتب الإيميل بتاع زمايلي اللي هيشاركوني، هنا بكتب إضافة. تمام، هضيف مثلا هنا دكتورة هلا، أوكي، ومكتوب هنا إيه جنبها إديتور، يعني هي تقدر تدخل إيه تإديت معايا، تغير في الفورم بتاعي. تمام، وأقول سند، كده هي هيتبعت لها على الإيميل بتاعها إنفيتيشن إنها تدخل تعمل إديت للفورم دوت زينا بالظبط، لكن إيه هي اللي عملت الفورم. تمام، طيب في ايه كمان؟ في الثيمز، انا عايزه شكل الفورم يبقى عامل ازاي، عايزه اغير في الالوان، احنا هنا شايفين الخلفيه كده بيربل فاتح، انا عايزه اغير الخلفيه دي شويه، فممكن اجي اختار من الالوان اللي هنا، تمام، اي لون انا عايزاه، ممكن برضو الباك جراوند اغير في اللون بتاعها. تمام، يبقى هي ايه مجرد اشكال. الفونت، نوع الخط اللي بيتكتب بيه ممكن اغيره باي، هم في اربع اختيارات بس ممكن اغيره، اهو شفنا العنوان شكله اتغير ازاي، كلها اشكال ايه مختلفه. طيب ممكن ايه كمان نختار؟ في الهيدر اللي هو من فوق خالص نختار صوره، اقول له تشوز ايمج، هو عنده ثيمز موجوده اوريدي من هنا، ممكن انا اقدر استخدمها، ممكن اجي انا اختار اي واحده في دول. تمام، نختار دي مثلا واقول له انسرت، هو هيضيفها في الهيدنج فوق اهي. طيب ممكن انا اعمل ابلود لصوره عندي على، خلاص هشيل دي واختار، اقول له تشوز ايمج، واختار حاجه اوريدي عندي على على البي سي بتاعي، هقول له ابلود واختار اي صوره عندي، براوز واختار اي صوره عندي، اوكي. فوتوز، هنا هيجيب لي الفوتوز اللي عندي اونلاين، اللي هي الصور اللي بتبقى كونكتد بالجوجل اكاونت بتاعي. تمام، فدي اغلب الحاجات اللي احنا ممكن ايه نتعرض ليها اثناء واحنا بنعمل جوجل فورم. طيب فاضل حاجه مهمه قوي، انا عملت مثلا استبيان او عملت امتحان وعايزه بقى الطلبه تدخل عليه، هو دلوقتي انا بس اللي شايفاه، طب ازاي ابعت للطلبه؟ هاجي هنا عند كلمة send، هو هنا هيديني لينك، هنا ممكن أبعت عن طريق الإيميل،
لا انا مش هقعد ابعت ايميل ل 100 ولا 200، فهقول له يجيب لي لينك، هيقول لي اديني لينك لهذا الفورم، هقول له كوبي كده، انا عملت كوبي للاستبيان، هفتح الواتساب وابعته على الجروب بتاع الطلبه او ابعته ليكوا على التيمز، انا معاكوا دلوقتي اونلاين، هفتح التشات بتاع التيمز وابعته عليه، تمام؟ وتقدروا عن طريق اللينك ده تدخلوا تجاوبوا كلكم سواء كان امتحان او استبيان. طيب لو انا في المحاضره والطلبه معايا فيس تو فيس، انا ممكن اللينك ده احوله لكيو ار كود واحطه في السلايدز بتاعتي واقول للطلبه اثناء المحاضره اعملوا له سكان وادخلوا جاوبوا على الاسئله دي. اوكي، انا عندي في نهايه المحاضره مثلا عايزه اشوف الطلبه اخبارهم ايه مع المحاضره، انا عايزه الفيدباك ليا انا، فممكن اعمل سؤالين سريعين، عايزه اشوف الطلبه فهموا فبحط سؤال معين في understanding عشان اشوف الطلبه فهموا ولا لا، فممكن برضو طريقه سريعه، واغلب الطلبه مش هقول 100% بس اغلب الطلبه دلوقتي معاهم موبايل ومعاهم باقات، فدي مش هتستهلك كتير، هيدخلوا يجاوبوا بسرعه. فدي الطريقه اللي انا بحول بيها الجوجل فورم ان هو يبقى على صوره لينك كل الناس تدخل تشوفها. وفي طبعا حاجات كتيره قوي، يعني لو كتبتوا على جوجل كيو ار كود جنريتور بيطلع مواقع كتيره جدا بعمل فيها بيست لللينك بتاع جوجل فورم وهو يحولها لي على هيئه صوره وانا احطها في الباور بوينت بتاعتي والطلبه يدخلوا عليها. تمام كده، لو في بقى اي اسئله او في حاجه اتقالت بسرعه ومحتاجين نكررها اتفضل. طب يا ريت يا اسلام تعمل لنا حاجه كيو ار كود كده لو قدرتي دلوقتي. انا هدخل على الجوجل سيرش واقول كيو ار اهو كود جنريتور. ايوه، هاخد اي اختيار فيهم، هلاقي فيه حاجات في مواقع كتيره جدا، هاخد اول واحد. تمام، هو هنا بيقول لي هو يعني بيشرح نفسه، هو بيقول لي هو انتر الويب سايت او التكست او الدروب، هاجمل هنا بيست، انا كنت عامله كوبي، هو هيبتدي هو ايه يعملها لي، هضغط هنا على الصوره دي وهو يبتدي ايه هينزلها لي على هيئه، هو بيقول لي اهو ان هو بيحضر الكيو ار كود، هينزلها لي على هيئه صوره. ايوه اهي نزلت تحت، هي اسمها فريم 1، هفتحها. ايوه اهي هاخدها كوبي واحطها في الباور بوينت بتاعتي او في اي مكان، والطلبه تقدر تعمل لها سكاننج وعلى طول هتدخل. يعني انتوا لو حد فيكم جرب دلوقتي فتح الكيو ار سكاننج اللي على الموبايل نشوف كده هتدخل ولا لا. تمام، انا عملتها اهي، دخلتني على البري تيست اسسمنت ان ا ناتشيل وركشوب. حد تاني جربها؟ ها نخرج منها. الحقيقة مش عارف، ما فتحت الكي ار كود ريدر بس مش بيدخلها. انا جربت عندي عملت. تمام دكتورة اسلام، وصلت. تمام، طيب ايه تاني خطوات ممكن تحبوا نعيدها او نقولها بالراحه او فيها اسئله معينه؟ وطبعا انا هنا على الجوجل فوق، يعني انا ما بعملش سيف، هو كل شويه هتلاقوا كده ان هو بيعمل سيفنج اول تشينج سيفد، هو بيسيف لوحده كل التغييرات. طبعا انا لما يبقى عندي امتحان او استبيان بيبقى غالبا الاسئله اوريدي بتجهزه على فايل وانا باخدها كوبي وبيست، يعني ما بقعدش اكتب على الفورم نفسه. اوكي، وفي حاجه حلوه برضو الاوبشنز، لما انا يبقى عندي على فايل مكتوب الاوبشنز الاربعه كده فوق بعض، لما باجي هنا واجي عند الاوبشن الاولاني واعمل بيست الاربعه بيترصوا تحت بعض
ما بضطرش اروح واجي 4 مرات عشان اجيب كل اوبشن لوحده، لا. فدي برضو من الحاجات اللي بتسهل الموضوع. دكتورة رؤية نبيل عاملة ريز هاند يا اسلام، تفضلي يا دكتورة رؤية. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي هو الكيو ار جنريتور، تمام. انا يعني انا كتبته على الجوجل، على جوجل سيرش، بس ما لا ما عرفتش بقى. ما حضرتك بتكتبي كيو ار كود جنريتور، تمام. طلع لك بقى برامج كتير، افتحي اي واحد فيهم. افتح اي واحد فيهم، كليك على اي واحد فيهم، زي اللي هو يو ار ال تيكتس، مش عارفه واي فاي، اي حاجه من دول. اي حاجه من دول هتعملي بيست لللينك، اي لينك بقى عند حضرتك. هو مكتوب انتر يور ويب سايت، هي دي اللي مفتوحه عندي. حضرتك اعملي بيست لاي لينك، ممكن ابعت لكم دلوقتي نفس اللينك دي، هبعته لكم على تيمز في الشات لو حضرتك عايزه تجربي. يعني ندخل على الشات. اللينك اهي، حضرتك هتاخديها كوبي وبيست وتحطيها في السلايد اللي حضرتك فتحتيه. طيب كنت عايزة اقول برضو حاجة هتسهل عليكم برضو، زي ما الفورم كله قلنا ان احنا ممكن ناخد منه كوبي جديدة فاضية اشتغل عليها في ورشة تانية او في امتحان تاني، انا ممكن برضو السؤال، نفترض ان انا عندي فيه اسئلة متشابهة شوية او الاوبشنز بتاعتها كلها زي بعضها، بس رأس السؤال هو اللي مختلف، فممكن اجي على السؤال الاولاني واعمل دوبليكيت، فهنا هو هيكرر لي السؤال تاني، هعمل بس فيه تعديلات بسيطة بحيث ما عدش اكتب من اول وجديد. كمان تحت كل سؤال في 3 نقط دي فيها اختيار حلو قوي، اللي هو شافل اوبشن اوردر. انا عامل امتحان ومش عايز الطلبة يبقى الاجابات بنفس الترتيب للطلبة كلهم، فأقول له شافل اوبشن اوردر، يبقى كل طالب هيظهر له الاجابات دي ترتيبها مختلف عن الطالب التاني، تمام. ممكن برضو في السيتنجز اعمل شافلنج للاسئلة، الاسئلة كلها، يعني السؤال الاولاني هنا غير اللي عند الطالب التاني غير التالت، بس ده بيعمل لي مشكلة في ايه؟ ان مدام ده امتحان يبقى غالبا اول سؤالين هما اسم الطالب ورقم الجلوس، فلو انا قلت له شافل للاسئلة هيحط لي اسم الطالب ورقم الجلوس في النص، فايه يعني مش هتبقى شكلها حلو، يعني الطالب هيبتدي يجاوب بعدين يفاجأ ايه انه مطلوب منه يكتب اسمه، فيخرج بقى من مود الاجابات. فالاسهل ان انا اقول له شافل للاوبشنز نفسها. طبعا الجوجل فورم رغم امكانياته دي، لا بس هو عشان فري برضو في امكانيات ناقصه منه، لما بنشوف بعض البلاتفورمز التانية اللي بفلوس، لا طبعا في امكانيات اكتر من كده في البرامج التانية. دكتورة امنة رزق عامله ريز هاند يا دكتورة اسلام، اتفضلي يا دكتورة امنة. امينة، انا دكتورة امينة. دكتورة امينة، بقول لحضرتك دكتورة اسلام، ممكن حضرتك بس تعيدي جزئية الريسبونس دي؟ تمام، انا خلصت. انا مثلا كنت محددة استبيان بوقت معين او امتحان بوقت معين، فباجي هنا ايه اقفل، بقول له not accepting response، يبقى اي حد هيجي يدخل مش هيعرف يجاوب. اوكي، طيب انا عايزه بقى اشوف الاجابات، فنيجي على ده عشان ده كان already في اجابات اهو، هاجي اشوف الresponses بتاعتي. يبقى انا هنا عندي questions responses settings، الresponses بتظهر لي على هيئه احصاء، الاحصاء البسيطه خالص، يعني مثلا 50 طالب قالوا موافق، 20 قالوا غير موافق، وهكذا. تمام، دي انا بيطلب مني كمنسق موديول ان انا اعمل استبيان للطلبه بعد الموديول واحطه في الموديول فايل بتاعي، فانا عايزه ايه دوكيومنت، عايزه حاجه مطبوعه اقدر احطها، فانا اقدر اخد سكرين شوتس للاجابات للريسبونسز دي بالاحصاء بتاعتها واحطها واطبعها. طيب انا عايزاها بطريقه تانية، انا عندي ده امتحان وعايزه لسته كده عندي فيها اسم الطلبه والدرجات بتاعتها، فأقول له اعمل لي سبريد شيت، هو هيفتح لي سبريد شيت بالشكل ده، في كل سؤال تمام إجابته إيه، دي مجاوبة إيه اللي هي الإجابة process examines so and so، وهنا السكور، الطالبة دي جت 5 من 7، دي جابت 7 من 7، وهكذا. يبقى أنا عندي هنا أكني عندي قائمة فيها مارك ليست، تمام. طيب
دي اونلاين هعمل ايه؟ هعمل فيها ايه؟ هقول له هختار فايل واقول له داونلود از مايكروسوفت اكسل، هينزلها لي اكسل يعمل لها داونلود. عايزه بقى اطبعها، عايزه اخليها سوفت عندي زي ما انا عايزه. شكرا لحضرتك يا دكتور. عفوا. عايزين حاجه تانية في السيتنجز؟ هو حضرتك يا دكتور لسه هتقولي ازاي احدد وقت الامتحان وازاي انهي؟ حضرتك لسه هتقوليها صح؟ هي في الجوجل مش دقيقه زي في البرامج الثانيه، فاحسن حاجه اعملها ان انا هعملها مانيوال. هاجي انا قايله لهم الامتحان من 9 ل 10، هاجي الساعه 9 افتحه والساعه 10 اقفله. وممكن اعملها بالموبايل حتى لو انا خرجت من البيت، انا ممكن ادخل على الدرايف من الموبايل واعملها. اللي هي مت اكسبتنج ريسبونس صح كده؟ هتبقى لونها يعني احمر اهو. هقوم اقفل الريسبونس خلاص كده، ما حدش يدخل على الفورم. بالظبط، اي حد هيدخل هيقول له هو this form is no longer accepting response. طيب شكرا دكتوره اسلام. دكتوره هنيه عناني رفع ايدها برضو، وبرضو دكتور رؤيه نبيل. اتفضلي دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس كنت عملت انا من سنه كده الجوجل فورم ده، كنت بستلم عليه الشهادات بتاعه الانسيجن اكاديمي. ولكن انا بس كنت عايزه يعني قولي لي مثلا يعني كمجالات مفتوحه كانشطه بقى، ايه ممكن ايه الانشطه او الاكتيفيتيز اللي يبقى ليها مجال اوسع من حدود بس ان انا استلم شهاده، استلم مش عارفه هوم وورك انا مديه لهم بتاع، يعني على النطاق اسهل لينا احنا كمحاضرين استلم بيه بشكل سهل، ممكن كمان برضو ما يغشوش من بعض. يعني ايه مجالات تانية ما تخطرش على الاقل واحد يعني على الجوجل فورم ولا على اوبشنز تانية؟ على الجوجل فورم. هو على الجوجل فورم زي ما قلنا كده، لما اجي انا اختار نوع السؤال هقول لها ابلود فايل. تمام. فهي الطالبة هيظهر لها السؤال ايه بقى؟ هيظهر لها سؤال، مش سؤال بقى، هقول لها ارفعي الملف الفلاني. تمام. هي هتدخل بورتفوليو مثلا او انا هنا شفتي لما اخترت الفايل ابلود هو بيقول لي allow only specific types، انا عايزه اقول لها PDF بس مثلا لو انا عايزه. تمام. اهو نوع الفايل انت، انا عايزه صوره، انا عايزه رسمه، انا عايزه برزنتيشن، عايزه فيديو، حسب. انا ممكن احدد ان هو PDF بس. طب انا عايزه كام فايل عدده؟ انا عايزه الماكسيمم سايز قد ايه؟ لحد شوفي لحد ايه 10 جيجا. تمام. 10 ميجا قصدي. اوكي. يبقى السبيسيفيكيشنز دي ممكن ايه اختار اللي انا عايزاه. طيب حضرتك بقى بتقولي غشه، لا دي حاجه بقى، ما هو حضرتك اصلا ده اكتيفيتي حضرتك طالباه منهم خارج خارج الكليه، دي حاجه تمام. بقى ايه هو انا هعرفها لو انا وانا بقرا بقى الاكتيفيتي بتاعهم، هلاحظ في تشابه في ناس نقله من بعض، لكن ان انا اقدر اعمل لها هنا كنترول لا مش هقدر. ايوه. كمان انا عملت غلطه برضو ساعتها، يعني انا كنت بستلم من فرقتين، في فرقه منهم ريحتني جدا جدا، كان سنه تانية في الاستلام والاكسل شيت كان منظم وكل بنت لوحدها، يعني بصراحه ما تعبتش. وفي فرقه ثالثه اللي هي كانت الفرقه الثالثه وانا بستلم منهم، يعني فعلا كانت تعبت في ايه بقى، انه المفروض احنا بنستلم مثلا 5 سيرتيفيكت، لا كل مره يعني البنت بتبعت 5 مرات، كل مره سيرتيفيكت عشان تجمعهم لها. وبعدين ساعات كمان عندي البرنامج بيفتح وورد، يفتح بس بي دي اف او باوربوينت، فتغلبت بقى. فانا برضو ساعتها اتضايقت جدا ان قعدت شهر اجمع في البنات ويحصل ميزد في كم شهاده، فما كنتش برضو ساعتها لاقيه طريقه تسهل على الواحد. ما هو حاج بص، هو الواحد ما بيتعلمش ببلاش، فهو مهم في الحاجه دي ايه، ان انا احط انستراكشنز واضحه للطلبه. تمام. انها تبعتي مره واحده بس كل حاجه، فبرضو ان انا هنا اعمل السبيسيفيكيشن دي هتريحني، ان انا هحدد نوع الفايل، هحدد الحجم، هحدد النمبر اوف فايلز. تمام. وان انا برضو هقول له هنا ليميت وان ريسبونس، هاجي في السيتنجز واقول له ليميت وان ريسبونس، يبقى الطالبه دي مش هتقدر تدخل الا مره واحده. مظبوط صح. يبقى انا اللي من الاول كنت ابتدي
في حاجة أنا عملتها السنة اللي فاتت، كنا طالبين برضو من الطلبة في الفورنسيك إن هم يبعتوا لنا برضو ريبورتس، إن أنا رحت جاية على الدرايف بتاعي وعاملة فولدر لكل طالبة برقم الجلوس بتاعها، وبعت لهم اللينك، بقت هي تدخل على الفولدر بتاعها تحط لي الفايلز، فأنا أدخل على طالبة طالبة أشوف اللي أنا عايزاه وديها درجتها وخلاص. ممكن دي تبقى طريقة أسهل من إن أنا أعمل جوجل فورم واطلب منهم ابلود فايل. اه بس هل الطريقه دي تنفع مع العدد الكبير يعني، ولا بس مجرد في الحاجات اللي لا مش دفعه طبعا، لا مش دفعه، كانوا 15 بنت كفايه، لكن مع دفعه صعب. شكرا شكرا جزيلا. الا لو الدفعه الا لو الدفعه متقسمه بقى على عدد اعضاء التدريس مثلا، زي ما الدكتوره اسلام كانت عامله مثلا، هي واخده 15 غيرها واخده 10 غيرها كده وهكذا. دكتورة رؤية نبيل رفع ايدها برضه. اتفضلي دكتور رؤية. معلش يا دكتور اسلام، هو انا يعني عملت بيست لللينك اللي حضرتك بعتيه، وبعد كده اداني اللي هو الكود ده وتحتيه ايه سكان مي، تمام؟ المفروض انا بعد كده اعمل ايه بقى؟ المفروض في داونلود، عملتي له داونلود؟ ماشي. طب وبعد الداونلود؟ ما هو بينزل لحضرتك صورة، الصورة دي حضرتك بقى هتاخديها تبعتيها لحد أو تحطيها في باوربوينت برزنتيشن، تمام؟ بعد كده هيعمل لها سكيلينج الناس اللي انت عايزين تدخلوا عليها. يا ريت الأولاد يبعدوا عنك شوية دكتورة رؤية. اسمعي كده مش هتسمعي حاجة. يعني حضرتك بتطلبي منه يعمل له داونلود، هي بقت صوره، تمام. الصوره دي بقى حضرتك هتبعتيها بقى باي طريقه بقى، هتحطيها مثلا طيب. على بوستر، احنا عاملين دعايه مثلا للسيشن بتاعتنا دي، فحاطين اللينك بتاع التيمز ك كيو ار كود، هنحطها في البوستر الناس تعمل له سكاننج تدخل على السيشن، او حضرتك هتحطيها على الباوربوينت برزنتيشن، هتبعتيها على الواتساب، وات ايفر. تمام. شكرا شكرا. تمام. طيب دكتورة إسلام، يعني هو لسه ما فيش حد رافع إيده، أنت ممكن تعملي راب اب كده سريع يعني اللي قلتيه كله، بحيث ان يعني يبقى في حد اهو رفع ايده. دكتوره مروه، اتفضلي يا دكتوره مروه. يا دكتور بشكر حضرتك الاول، دكتوره اسلام ودكتوره هاله. انا بس كنت فاتحه بعمل فورم دلوقتي مع حضرتك، بس مش عارفه احول ان انا اكتب ان يبقى العرض بتاعه كله بالانجليزي، يعني هو ما هو بالعربي قدامي. انا عارفه اكتب الاسئله بالانجليزي، بس هو العرض بتاعه عربي، فاللي هو يعني الجمله بادئه من اليمين، الكلام كله بالعربي، اعمل ايه بقى؟ يعني بكتب انجليزي بس الكلام ايه؟ بس الكلام في التنسيق عربي، زي التنسيق يعني، بكتب كلمه وصف النموذج، عنوان، فما تيجي تكتبي حتى الجمله بالانجليزي ببقى جايه ناحيه اليمين، مش جايه زي الانجليزي من على الشمال. طب هو اللاب بتاع حضرتك كله العرض بتاعه كده عربي؟ لا، ما انا ما بفتح وورد عادي بكتب بالانجليزي عادي، ما فيش مشكله. انا بتهيالي دي حاجه في السيتنجز بتاعت جوجل نفسه. لا، بتاعت اللاب. لا، اللاب ده اللغه الرئيسيه بتاعته انجليزي. لا صراحه مش عارف، يعني انت بتكتبي حروف انجليزي لكن رايحه ناحيه اليمين؟ ايوه. طب لما تسيبي السؤال ده وتخرجي منه، ايوه، بيدنه بقى ناحيه اليمين برضو، يعني بدايته من نص الصفحه كده، العلامه مثلا واتز اورجانيزم كوزنج مش عارف ايه، وبادئ من نص الصفحه مكمل على اليمين. طب حضرتك دوسي على البريفيو اللي هو علامه العين دي، هيفضل على اليمين ولا هيروح على الشمال؟ زي ما هو على اليمين. مش اول مره تقابلني، مش عارفه هل في حاجه في السيتنجز تغير، مش عارفه صراحه، بس نسأل فيها يعني. لكن يعني أنا لفيت في السيتنجز دي كتيرة، ما قابلتنيش حاجة إن هي تغير الدايركشن أو اللي أوت بتاع الصفحة. خلاص، لكن يظهر عادي كده في الملف العربي،
يعني هو برضو ما جاي كاتب لي وورد، كاتب لي مستند بدل وورد، بدل يعني ما قلت ان هو اعمل الحاجه ان هي زي اللي حضرتك قلتي عليها ان هم ممكن يعملوا ابلود. عندي لا بالعربي اضافه ملف، يعني ده في الكمبيوتر نفسه. خلاص هشوف كده، ممكن الجوجل اكاونت نفسه، الجوجل اكاونت نفسه السيتنج بتاعه عربي. طب دي اعملها ازاي؟ ما هو في السيتنج بتاعت الجوجل بقى نفسها من غير ما تدخلي الفورم ولا حاجه اللي بيه انجلش. يعني في ناس يعني ساعات واحد لما بيحمل جوجل كروم من البدايه فبيلاقي صفحه طالعه كلها بالعربي، حتى يطلع لك مثلا صور الكل مش عارف ايه، لما بتقلبيها انجلش هيقلب ادور عليها في السيتنج بتاع الجوجل اكاونت بتاعك. هيقلي كده. ده صح كده، صح يا دكتور عمال. فعلا هو غالبا الجوجل دايما بينزل في الاول عربي فعلا، الا لو الواحد راح قلبه انجلش فعلا. يعني بقلبه منين؟ من عند ال هو حاجة. بصي شايفة عندي كده في أقصى اليمين فوق ثلاث نقط، لو عملتي عليهم كليك في السيتنجز، دي السيتنجز بتاعت البراوزر نفسه بتاع ال فممكن تكون الأوبشن ده هنا. أيوة دكتورة إسلام فعلا أنا عملتها قبل كده، وهي فعلا في السيتنج بتاع البراوزر من فوق، فوق السيتنج بتاع الدرايف نفسه جنب الصورة، جنب الصورة نفسها. هتبقى اللانجوج أو في ندور فيها شوية. خلاص ماشي ماشي، شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو. وبعدين في سر بقى رهيب خالص، يعني انا لما بيقف قدامي حاجة بدخل على اليوتيوب وبكتب how to make كذا، سواء بقى بالعربي او بالانجليش، لو انا ما يعني اللفظ ما جاليش بالانجليش بكتبه بالعربي، بلاقي فيديوهات كتيرة تحللك مشكلة بسيطة. تمام شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو. دكتورة إسلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ازاي الدكتورة هالة وكلكم؟ اهلا اهلا دكتورة سرية، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك حبيبتي. معلش انا عرفت ادخل متأخر، فممكن بس لو في ابستراكت او يعني سامري سريع كده للي حضرتك قلتي يعني هتقل عليكي، بس عشان ابقى في مشكلة. هي فعلا كانت هتعمل راب اب دلوقتي لكل اللي اتقال قبل كده حالا، يعني كانت هتعمل. تمام يا دكتور. انا بدخل على، هقول الخطوات البيزكس خالص. تمام. بدخل على الجوجل اكاونت بتاعي، بختار الجوجل ابس اللي هي النقط التسع نقط دول، بختار الدرايف، بعد كده بقول له نيو. في طبعا حاجات كتيرة، في فايل أبلود، أنا عندي فايل على البي سي وعايزة أرفعه على الدرايف، عايزة أرفع فولدر كامل. تمام. عايزة جوجل دوكس اللي هو كأنه وورد فايل بس أونلاين أنا بكتب عليه وممكن أشاركه مع زمايلي، جوجل شيت زي الإكسل شيت برضو بس أونلاين، جوجل سلايدز أكنها باور بوينت بس على الدرايف، والجوجل فورم. أنا هختار الجوجل فورم علشان أعمل الاستبيان او الامتحان. احنا زي ما قلنا ان جوجل فورم هي اداة جمع بيانات. تمام. فانا هنا باجي اديله تايتل، التايتل بدل ما اتكتب فوق بيتكتب تحت على طول تاني. انا بعد كده ببتدي اضيف الكويستشنز اللي عندي، هنا بضيف راس السؤال ايا كان بقى هو ايه. تمام. وبعد كده بختار نوع السؤال، هل انا عايزاه مالتيبل تشويس ولا تشيك بوكس. الفرق بينهم ان في التشيك بوكس يقدر يختار اكتر من اجابه، الدروب داون ان انا عندي ليست هو يختار منها، الفايل ابلود ان انا عايز الطالب يرفع لي فايل ايا كان بقى صوره او فيديو او بي دي اف، اللينير سكيل ان انا بعمل سكيل لحاجه، يعني مثلا لو بسال عن شده الالم مثلا قول لي شده الالم في سكيل من 1 ل 5 هو هيختار بقى حسب ما هو عايز. مالتيبل تشويس جريد ان انا عندي السؤال فيه روز وكولم زي ما نشوف كده، كان فين السؤال ده علشان تعرفوا شكله، او السؤال الرابع ده ان انا عندي روز وكولمز، دي حلوه في ايه انها بتجمع لي اكتر من سؤال لو هم متشابهين في الإجابات، تجمع لي أكتر من سؤال في سؤال واحد، فعندي في الرو ده أختار إجابة واحدة فقط، لكن نوع السؤال اللي بعدي إن أنا ممكن في نفس الرو أختار إجابتين حسب ما إيه، حسب نوع السؤال طبعا اللي أنا شايفه.
اوكي، يبقى دي انواع الاسئله اللي انا بختار منها. بعد كده بكتب الاوبشن الاولاني واجي واضيف الثاني وهكذا، واضيف الثالث واضيف الرابع، ولو عايزه اضيف الخامس كمان. لو عايزه الغي واحد فيهم باجي من عند هنا واعمل اكس. فيه برضو حاجة حلوة ما قلناهاش، إن أنا ممكن رأس السؤال عندي يبقى صورة، زي ما في فترة كده الكوفيد اضطرينا نعمل امتحانات على جوجل فورم وكانت امتحانات فيها صور، فأنا ممكن من هنا أضيف صورة. تمام، الصورة بقى هجيبها من على النت عندي على البي سي، هرفع الصورة وأحط عليها سؤال وأوبشنز. أوكي، وممكن سوري دكتورة إسلام، سوري للمقاطعة، معلش أنا أسفة عشان هي النقطة دي أنا كنت رفع إيدي عشان أسأل عليها. إحنا عشان الفورم لو حطيت صورة برضو، يعني أنا أقدر أحط صورة اتنين، أنت قلتي الليمت بتاعنا 10 ميجا، الصور عادة بتكون كبيرة، ده في الفايل اللي الطلبة هيبعتوه يا دكتور، اللي الطلبة هيبعتوه هو 10 ميجا، مش اللي أنا بعمله، مش لا هو في 1 جيجا كمان، يعني لو شفنا الأوبشن ده أنا بتهيألي كان في واحد جيجا. يعني ممكن تكون أكتر من 10 ميجا، يعني ده بالنسبة للفورم نفسه، يعني أنا أقدر أحمل عليه صور أكتر من 10 ميجا. في 10 جيجا، سوري مش الجيجا هي الأكبر، في 10 جيجا، ده للفايل أبلود بتاع الطلبة. كثير أوي، شكرا جزيلا. العفو. الصورة بقى أنا في رأس السؤال عايز أحط فيه صورة، تمام، هنجرب بقى، ممكن الصورة تبقى كبيرة لو صغرتها شوية، يعني هيبقى فيها trial and error. يعني برضو الأوبشنز ممكن يبقى الأوبشن نفسه صورة، فدي برضو لو غيرنا هنا وقلنا إن هو MCQ، برضو الأوبشن بتاعي أهو ظهر علامة الصورة، ممكن هنا أضيف صورة تبقى هي الاختيارات بتاعتي. طيب لو أنا عايزة أكرر السؤال، السؤال ده متشابه شوية مع اللي قبلي، الأوبشنز هم كلهم فيهم موافق وموافق تماما، فممكن أدبليكيت السؤال، هخلي الأوبشن زي ما هي وبس هغير رأس السؤال بحيث يوفر علي وقت. طيب السؤال من تحت هنا ممكن أعمله ديليت، أمسحه خالص، أعمله دبليكيت، ممكن زي ما قلنا أعمله شافل أوبشن، هو يغير لي ترتيب الأوبشنز بحيث لو ده امتحان كل طالب يظهر ترتيب الإجابات مختلف عن التاني. تمام، الريكوايرد لو أنا مثلا في استبيان وفي سؤال ممكن بعض الطلبة يعني الإجابة بتاعته تعتمد على إجابة السؤال اللي قبليه، فمش كل الطلبة هيجاوبوه، فممكن أقفل الريكوايرد ده. لكن لو عملته ريكوايرد يبقى الفورم مش هيتعمل له سبميشن إلا لو الطالب رجع للسؤال ده وجاوب عليه. تمام كده. طيب عايزة سؤال جديد، عندي برضو البار السايد بار ده بضيف منه سؤال جديد، هقول له بلاس أو هيضيف لي سؤال جديد تحتي. تمام، هنا التايتل ممكن أضيف أنا أكن ده سيكشن جديد خالص في الاستبيان، أضيف تايتل جديد، أضيف صورة، تمام، أضيف فيديو، أضيف سيكشن جديد. أنا عايزة أقسم مثلا الاستبيان زي الاستبيان اللي احنا عاملينه بعد الورشة دلوقتي، متقسم مثلا لأسئلة عن الموضوع، أسئلة عن المنصة اللي استخدمناها في التدريب، فمتقسم لسيكشنز، فممكن برضو أضيف سيكشن من هنا. طيب لو انا عملت استبيان لورشه وجيت بعد يومين عايزه استبيان زيه بالظبط، فاجي هنا من الثلاث نقط دي واقول له ميك ا كوبي، يديني نفس الاستبيان بالظبط، هقدر اغير في اسمه بس استبيان جديد ما فيهوش اجابات. طيب انا عايزه اضيف حد من زمايلي يساعدني ويشوف معايا الاجابات، ولو انا غلطت في حاجه في الاسئله يظبطها لي او يساعدني، فاقول له اد كولابوريتور، باجي هنا واضيف الجيميل بتاع حد من زمايلي، هضيف هنا دكتورة هالة، تمام، ومكتوب جنبه ايه اديتور، ان هي تقدر تدخل تغير في الاجابات. اوكي، واقول له سند، فكده هيتبعت انفيتيشن على الميل بتاع دكتورة هالة، يقول لها اسلام بعتت لك انفيتيشن تو اديت الفورم الفلاني. يبقى احنا كده احنا الاثنين نقدر ندخل نشوف الاجابات ونعدل زي ما احنا عايزين. تمام، طب انا خلصت وعايز اشوف بقى الاجابات، فبضغط على ريسبونسز هنا علشان نشوف الإجابات. الإجابات بتظهر لي على هيئة إحصاء سيمبل خالص، ممكن تبقى بالشكل ده أو بشكل باي تشارت. تمام، ممكن أخدها أعمل لها زي ما قلنا سكرين شوتس أو برينت سكرين وأخدها على صفحة وورد وأطبعها. طيب أنا عايزها على هيئة إكسل، لو ده امتحان أنا عايزة إجابات الطلبة والتوتال سكور بتاعهم يبقى في إكسل، فهاجي هنا عند كرييت سبريد شيت، هيعمل لي سبريد شيت زي الاكسل كده بس اونلاين،
بيبقى مكتوب في اسم الطالبة، رقم جلوسها، ايا كان بقى الاسئلة اللي انا كنت سألها، التوتال سكور بتاعها واجابة كل سؤال. فانا اقدر اخد ده اونلاين، فهقول له لا نزله لي از اكسل، فهضغط على فايل واقول له داونلود از اكسل، فهينزل لي واخده بقى عندي اطبعه او اخليه سوفت زي ما انا عايز. اوكي طيب انا عايزه بقى ابعته للطلبه، انا ده عندي دلوقتي استبيان انا بس اللي شايفاه، فهقول له سند. ممكن لو انا هبعته لشخص واحد اقول له ابعته عن طريق الايميل، لكن عايزه لا، انا عايزه لينك ابعتها لعدد كبير من الناس، فهقول له من هنا اديني اللينك بتاعه واقول له كوبي، واروح اعمل له بيست على الواتساب او على مثلا هنا زي ما احنا كده في التيمز، احطه لكم في التشات تدخلوا تجاوبوا عليه ايا كان. كنا قلنا برضو حاجة إضافية، لو أنا عايزة أحوله لـ QR code بدخل على الجوجل سيرش وأقول له عايزة QR code generator زي ما عملناها من شوية، أهو QR code generator بيفتح لي مواقع كتير، هختار أول واحد، ده موقع أونلاين مش بنزله ولا أي حاجة، بيقول لي اعملي هنا بيست لللينك بتاعك، بعمل بيست لللينك واقول له داونلود، هيبتدي يعمل لي الكود، هو هنا بيقول لي انتظري شويه، هينزل لي على هيئه صوره بي ان جي، باخدها بقى احطها على مثلا باوربوينت برزنتيشن المحاضره بتاعتي، اخلي الطلبه يعملوا لها سكاننج ويدخلوا يعملوا الاستبيان او يحلوا الامتحان، مجرد صوره زي ما انا عايزه بقى، اخليها لينك زي ما هي او احولها لكيو ار كود. دي أغلب الحاجات اللي احنا هنقابلها واحنا بنعمل الجوجل فورم. في أسئلة تحبوا إضافة حاجة أو إيضاح حاجة أكتر من كده؟ دكتورة غادة محمد عاملة ريز هاند، تفضلي دكتورة غادة. دكتورة إسلام، شكرا لحضرتك يا فندم. أنا لو احنا بنعمل الجوجل فورم علشان يبقى امتحان أو كويز وإم سي كيو، بدخل إجابات الأسئلة إزاي عشان بتصحح وأعرف سكور الطلبة؟ تمام. يعني انا بحط لهم اوبشن، طب يعني في سكشن ان انا بقول مثلا اجابه الامتحان هتبقى كذا وكذا، بحيث ان هو يسجل الامتحان اول باول. يا دكتور تمام يا دكتور، هاجي هنا عند السيتنجز وهقول له ميك ذس اكويز، هعمل لها اون، هفتحها، هو كده اتحول لامتحان. هاجي ارجع للكويشنز، تمام، واجي فين اي سؤال بقى، نيجي على حاجه فيها اوريدي اسئله هنا، هقول له ميك ذس اكويز وارجع للايه للاسئله. هاجي هنا مثلا في الاولاني ده، هو بقى ايه دلوقتي بقى كويز، فهاجي هنا اقول له انا عايز ادخل الانسر كي، هيقول لي عايزاه بكام نقطه، هقول له بنقطه او بدرجه او بدرجتين، تمام. طيب اختار الإجابة الصحيحة، بعمل صح قصاد الإجابة الصحيحة، يبقى كده لما الطالب يجاوب الإجابة دي هياخد درجتين، هو ده الإلكترونيك كوركشن. تمام. طب أنا عايزة أضيف له فيدباك، هقول له add answer feedback، أنا هنا ممكن أكتب explanation للإجابة، حاجة سريعة كده طبعا، مش هقعد أكتب صفحة ولا بتاع، لا يعني سطر على بالكتير، وأقول له save. يبقى كده الطالب بعد ما بيخلص السؤال او بعد ما بيعمل سبميت بيظهر له اكسبلانيشن للايه للسؤال، يبقى انا كده حولته من استبيان، حولته لايه لامتحان او كويز. تمام، شكرا دكتوره اسلام، شكرا. العفو. وفي الاخر هيطلع لي اكسل شيت، لما اجي اقول له اعمل لي سبريد شيت هيطلعه لي في اجابه الطالب في كل سؤال وبعدين التوتال سكور. طبعا احنا بنستخدمه الجوجل فورم اكتر في الامتحانات الفورماتيف، او بعمل مثلا في البي بي ال او بعمل في التي بي ال حاجه مش عليها درجات او درجاتها بسيطه. ليه؟ لان اللينك ده ممكن يتبعت، حتى طلبه ما يبقوش معايا في المحاضره اللينك يتبعت لزمايلهم اللي بره ويدخلوا يجاوبوا، تمام، قاعدين جنب بعض يقولوا لبعض الاجابات، فما بستخدموش في الحاجات اللي هي اللي بيسموها الهاي ستيك اكزامز اللي عليها درجات عاليه او امتحانات فاينل، بستخدمه في الحاجات الايه السيمبل، انا بدرب الطلبه على اسئله.
فطبعا احنا عشان في الانتجريشن بنعمل فورماتيف اسسمنت تقريبا اسبوعيا، فكل المنسقين هيحتاجوا يعني يستخدموا الجوجل فورمز غير الاستبيان اللي بيتعمل في نهايه الموديول، فبرضه كلنا محتاجين. في اسئله تانية دكتور هلا؟ لا ما فيش حد باعت خلاص اسئله، فاعتقد كده يعني كله ما فيش اي استفسارات نظرا لوضوح المدربه في التعامل حقيقه ما شاء الله. ف يعني الوضوح وفر الوقت جامد الحقيقه يعني. شكرا جزيلا دكتور، وان شاء الله برضو هنبعت التسجيل على اليوتيوب لو حد حابب يشوف تاني يتفرج عليه تاني ان شاء الله باذن الله. شكرك يا دكتوره اسلام. شكرا دكتورة اسلام. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا حضرتك يا دكتوره هاله. العفو. وطبعا يعني اي منسق الكتروني لو ابتدى يشتغل وقفت مع حاجه بيتواصل مع منسق الفرقه او اي عضو من اللجنه، وان شاء الله الموضوع يتيسر باذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضوركم جميعا. شكرا جزيلا دكتورة هالة. نزل الاستبيان ولا لسه؟ اتفضلي الدكتورة سماح، نزلت الكويستشنير لو سمحتم على الشات بوكس، كلنا ندخل نجاوب على الاستبيان. ده تطبيق عملي على الجوجل فورم، تفضلوا.